مؤتمر آخر للمانحين يتعهد بتقديم أكثر من مليار دولار لمواجهة الوضع الإنساني الصعب في اليمن. المؤتمر الذي انعقد في الرياض أثار الكثير من النقاش لدى الأوساط اليمنية بخصوص جدوى المساعدات وحقيقة مساهمتها في إنقاذ اليمنيين. خلال الأعوام الماضية كانت منظمات الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بدعمها لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن في ظل استمرار الحرب، وكانت الاستجابة تتفاوت بين الوصول إلى الحد المطلوب من المساعدات وبين تلبية الحد الأدنى من تلك المطالب. اللافت في الأمر أن التعهدات السابقة لم يتم تسليم سوى الجزء اليسير منها، وهو ما يثير عدم الوفاء بالتعهدات، خصوصا في ظل تصاعد نبرة التشكيك الذي يحيط بعمل المنظمات الأممية في اليمن من قبل البعض. وفي حين يؤكد فريق على أهمية المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة اليمنيين في ظل استمرار الحرب للعام الخامس وتدمير معظم مقومات الحياة في البلاد وعدم اكتراث ميليشيا الحوثي بمصير اليمنيين وعدم تواجد الحكومة الشرعية في الداخل، يقول البعض أن هذه التعهدات لن تصل للناس المستحقين في البلد، وهي في معظمها تذهب للمنظمات الأممية. يقول هؤلاء أن ما يحدث ليس سوى متاجرة بآلام اليمنيين وصفقات فساد يشترك فيها أطراف مسؤولون عن الأزمة اليمنية مع المنظمات الأممية. للنقاش سيكون معنا من لندن نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات أسامة الروحاني، ومن كوالالمبور الصحفي الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من لندن الأستاذ أسامة الروحاني. أهلا بك أستاذ أسامة. أهلا وسهلا بك وبالمشاركين الأكارم. إذن مؤتمر جديد للمانحين عقد افتراضيا هذه المرة، والسؤال أين تذهب كل هذه الأموال؟ من أولا للحديث على المؤتمر المانحين للعام 2020، كما يعرف الجميع أن التعهدات وصلت إلى قرابة مليار و300 مليون دولار، وهي ما تشكل نصف ما طيب يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع أسامة، سأذهب لضيفي من كوالالمبور وأطرح عليه السؤال المشترك. أستاذ أسامة هل تسمعني؟ طيب أذهب إلى عبد الواحد. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. مرحبا. إذن هو ذات السؤال المشترك، نبدأ بهذه الحلقة. الكثير يطرح هذا السؤال، أين تذهب أموال المانحين أو كل هذه الأموال؟ مساءك سعيد أخي سامي. أولا هو فيما يتعلق بأين تذهب أموال المساعدات، واضح فقط لنعرج على نتائج مؤتمر المانحين الأخير، واضح أنه جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على اقتصادية الدول المانحة وقدرتها على تمويل خطة الاستجابة لدعم اليمن. فإحنا بنلاحظ بس في نقطة أنت ذكرتها، أنه ما يتم سداده من المساعدات ليس بقدر ما يتم التعهد به، وهذا تقريبا غير دقيق، لأنه العام الماضي مثلا في عام 2019 تم استلام مبلغ 4 مليار دولار أمريكي من مجمل 4.19 مليون دولار، وبالتالي هنا التعهدات تم دفع ما يزيد عن 90% منها. نفس الشيء حصل بالنسبة في عام 2015 أكثر من 5 مليار دولار، لكن اللي حصل في عام 2020 أن المبلغ المساعدة اللي هو 1.3 مليار تقريبا، هذا انخفض بشكل كبير بالمقارنة مع السنة الماضية أو السنتين الماضيتين، يعني بنسبة تزيد أحيانا عن 70%، رغم أن المنظمات الأمم المتحدة نفسها خفضت المبالغ المطلوبة إلى 2.4 مليار دولار. لكن بعد هذا كله يعني احنا بنلاحظ أن في انخفاض
ملموس في مستوى الثقة من قبل المانحين لعدة أسباب. طيب قبل أن يمكن نناقش يكون أسباب أولها الانخفاض عبد أنه الواحد، لو نجيب على السؤال الافتتاحي، هذه الأموال أين تذهب؟ فيما يتعلق بالسؤال مدى وصول هذه الأموال للمستفيدين، الجواب أنه في ظل انعدام الشفافية وغياب المساءلة تبقى الإجابة على هذا السؤال بشكل دقيق صعبة، لأنه ما فيش تقارير، ما فيش بيانات حقيقية وواضحة توضح أين صار مصير هذه الأموال. لكن احنا ممكن نستخدم مؤشرات لقياس الأثر وقياس أين ذهبت هذه الأموال، مثل حجم السيولة من العملة الصعبة، بحكم أنه اليمن خلال السنوات الماضية عانت من شح في العرض في العملة الصعبة، اضطرت الحكومة اليمنية على أساسه اقتراض ما يسمى بالوديعة السعودية لتغطية العجز في العملة الصعبة. وهنا نتساءل، يعني احنا ليش ذهبنا يعني لنقترض قرض عالي الفائدة رغم أن هناك مليارات من أموال المساعدات كانت كافية لتغطية ما يحتاجه السوق اليمني من عملة صعبة وتغطية الاعتمادات المستندية. وأتذكر أنه سبقا وجه خالد اليماني رسالة إلى السيد أنطونيو غونتيريش يطلب فيها من منظمة الأمم المتحدة نقل قنوات تدفق المساعدات عبر البنك المركزي اليمني والقيام بمعاملة المصارفة عبر البنك، لكن هذا الطلب تم تجاهله من قبل المنظمة الأممية، رغم أن خطوة كهذه كانت كفيلة بحل مشكلة السيولة من العملة الصعبة وتدعيم وضع الريال اليمني الذي كان سيبقى على الأقل دون مستوى 300 ريال للدولار. ولكن ما حصل أنه المنظمة الأممية تحتفظ بمبالغ المساعدات خارج اليمن، وحتى عندما يشتروا أي شيء أو أي مواد لليمن هم يدفعوا من حسابهم خارج اليمن إلى حساب المورد خارج اليمن، ولا يصل اليمن إلا مواد عينية يتم شراءها عبر مناقصات يتخللها فساد، ولا يتصل إلى اليمن إلا ربما مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، ولا تستفيد اليمن من هذه السيولة الضخمة شيء، بالرغم أنه مجرد وصول هذه المبالغ إلى السوق اليمني كان سيدعم الحركة النقدية داخل البلد ويرفع مستوى الاقتصاد بشكل عام، يعني طيب لما يعني أحد آثاره أن يكون مثلا خلق فرص عمل أو طيب أعود زيادة في النشاط الاقتصادي داخل البلد. للأستاذ أسامة الروحاني. أستاذ أسامة، السؤال الافتتاحي، هذه الأموال مع المؤتمر الأخير للمانحين يعود الكثير ويطرح ذات السؤال، أين تذهب كل هذه الأموال؟ المعذرة على الانفصال، ولكن كما ذكر سابقا أن معظم هذه المبالغ يتم صرفها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق ما يسمى بخطة الاستجابة الإنسانية، وهذه خطة تعد مسبقا ويتم تنفيذها على ضوء ذلك. السؤال الذي يجب أن نسأله في هذا الإطار، كم من هذه التعهدات يذهب مباشرة إلى المواطنين، وكم من هذه التعهدات يذهب إلى ما تسمى بالنفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية؟ على حسب مصدر يعني مالي ومصرفي، أن قرابة لا يتزيد عن 60% من التعهدات هذه دخلت اليمن، وهذه لها عوامل أو لها وجهات مختلفة عن لماذا لم تصل المبالغ كاملة وأين ذهبت هذه المبالغ الأخرى، وهذا يعود إلى آلية مقاربات المنظمات الدولية في شراء الاحتياجات التي يقومون بتوزيعها داخل اليمن، ومعظم هذه الاحتياجات تذهب بين إما أن تذهب لنقاط تشغيلية أو شراء بعض هذه المواد من خارج اليمن. وأعتقد هذه هي مشكلة مفصلية تجعل الدعم الإنساني أو التعهدات الإنسانية لا تصل بشكل كبير إلى المواطن. هناك فعل وصول، هناك لا يمكن الإنكار أن هناك خدمات تقدم بشكل مباشر للمواطنين، سواء كانت لها علاقة بالتغذية، بالصحة، بالتعليم، ولكنها محدودة جدا مقارنة
بالمبالغ التي يتم الإعلان عنها. هناك أيضاً زوايا أخرى يمكن النظر إلى هذه المساعدات الإنسانية، كوني أحد الأشخاص الذي يؤمن أن وجود هذه المساعدات الإنسانية هي ذو أهمية كبيرة لأسباب عدة، ويمكن أن نفصل في هذه الأسباب عند التحول إلى أسئلة أخرى. طيب، أعود للأستاذ عبد الواحد العوبل. أستاذ عبد الواحد، إذن كنت أنت طرحت نقطة تتعلق بربما طلب من الحكومة أن تتم تقديم هذه المساعدات، أو يتم هناك آلية من خلال البنك المركزي، لكن يتم التعامل كما قلت خارج البلد، لا تدخل في العملية المالية والاقتصادية، ولذلك لا يتم الاستفادة من هذه الأموال. لماذا؟ لماذا يتم تجاهل كل مط... وك أخي سامي، وكأنه في مخطط أو آلية معينة لإضعاف الاقتصاد اليمني وتقويض قدرة اليمنيين على استعادة أنفاسهم من الناحية الاقتصادية، وبالتالي تمكنهم من أخذ قرارهم السياسي، لأنه أنت لما بتأثر على الحالة الاقتصادية للبلد أنت بتتمكن من التحكم بقرارها السياسي. وبنلاحظ طوال ال5 سنوات الماضية تم تقويض الاقتصاد اليمنيين في مقابل تقوية ودعم وزيادة أو تحسين وضع الميليشيا، يعني الدولة اليمينية تضعف والميليشيا تصبح أقوى، وكأنه هذا هو السيناريو من البداية. طيب، وبنلاحظ إنه كل الإجراءات اللي تمت سواء من ناحية رفض المقامات على سبيل المثال توريد مبالغ المساعدات إلى البنك المركزي، والتعمد بأن يتم الدفع استخدام الأموال خارج حدود الجمهورية اليمنية خارج النظام المصرفي لليمن، أضعف قدرة البنوك النظام المصرفي اليمني على القيام بدوره، طيب مما سبب خلينا نسمع تعليق من أسامة عن قلة هذه النقطة. الإيمان. طيب، نسمع تعليق من أسامة عن هذه النقطة، فكرة تجاهل مطلب الحكومة والعمل بهذه المساعدات خارج النظام المصرفي والمالي للحكومة الشرعية. أنا أعتقد أولاً أنا مع هذا الطرح ومع أهميته، كما أشار العزيز الضيف الكريم، أن أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في اليمن هي المساعدات الإنسانية. ولك أن تتخيل إذا تم إيراد هذه الموارد عبر البنك المركزي، كم من العملة الأجنبية التي ستتواجد في اليمن وستساعد في المحافظة على العملة اليمنية، إضافة إلى دعم فاتورة الاستيراد، والتي كما يعرف الجميع أن اليمن تستورد ما يقارب من 90% من احتياجاتها الأساسية. كانت هذه أحد المقترحات التي قدمت للمجتمع الدولي للاستجابة لها ولدعم الاقتصاد اليمني، ولكن أخذت هذه الأمور مجرى معقد جدا تتحمل مسؤوليته طرفيهم المنظمات الدولية وكذلك الحكومة، والسبب في ذلك عدم وجود أو لا توجد هناك ثقة في النظام المصرفي اليمني، وخاصة أن هناك انقسام حاد ما بين بنكي المركز اليمني في صنعاء وأيضا تعز كبنك مركزي المقر الرئيسي للبنك المركزي والبنك المركزي التي سيطر عليه جماعة الحوثي. هذا الانقسام يخلق هذا النوع من عدم الثقة، إضافة إلى الضغوط الأخرى التي يقوم فيها جماعة الحوثيين في صنعاء، ليس فقط على من خلال سيطرته على البنك المركزي هناك، وإنما أيضا على البنوك المحلية. بالفعل لو قامت هذه المنظمات بضخ هذه الأموال، أو على الأقل كما تجري العادة أن تمرر هذه الأموال عبر البنك المركزي لتوفير احتياطي من العملة الأجنبية لليمن، وأن تقوم البنك المركزي بهذه المصارفة وإعطاء هذه المنظمات المبالغ بالريال اليمني. هناك أيضا تحديات في هذا الجانب أخرى ليست لها علاقة فقط بالجانب المصرفي، ربما من التحديات ما كنت أشرت إليه يا أسامة أنه كيف يتم توزيع هذه المبالغ. أنت قلت في أحسن الأحوال أنه 60% تذهب للمواطنين و40% نفقات تشغيلية، لكن ربما
في أكثر الأحيان لا تصل 40%، ما يصل إلى المواطنين إلى اليمنيين هو الفتات، فلماذا يجب على اليمنيين أن يفرحوا بمساعدات لا تصلهم تصل إليهم يعني؟ هو الموضوع هو معقد جدا، حتى أن 60% التي أشرت إليها التي تصل إلى اليمن هي لا تصل مباشرة إلى المواد التي توزع أو إلى المرتبات، أو ليس المرتبات وإنما البدلات المالية التي تعطى للعاملين في القطاع الصحي والتعليمي، إنما هي أيضا تذهب جزء من هذه المبالغ تذهب للموارد أو للنفقات التشغيلية داخل اليمن لدى هذه المنظمات. هذه هي لديها جانبين، هو لديها جانب سلبي جدا أن فاتورة النفقات التشغيلية لدى العاملين في المنظمات الدولية هي عالية جدا ومرتفعة، سواء كانت نفقات تشغيلية أو حتى في فاتورة الرواتب الخاصة بهذه المنظمات. ولكن في نفس الوقت هناك أيضا شيء إيجابي نراه في هذه الجزئية إلى حد ما، وإن كان من الإجحاف ذكر ذلك في هذا المقام، ولكن هذه المبالغ التشغيلية تذهب منها كثير من المرتبات للعاملين في المجال الإنساني، وهذه المبالغ ليست قليلة، يعني هناك الآلاف من اليمنيين يعملون لدى هذه المؤسسات سواء كانت المنظمات الدولية مش أو آلاف يا أسامة، يعني مئات آلاف، يعني كثير، نقول مئات. هناك إذا حسبت عدد المنظمات وعدد العاملين في كل منظمة بالعكس هم آلاف وليسوا مئات. هذا الجانب الإيجابي إذن. أستاذ عبد الواحد العوبلي، 5 سنوات من الحرب دمرت كل المقومات في البلد، وهناك تخلي من قبل الانقلابيين وعجز من قبل الشرعية، البعض يقول ما عاد فيش أمام اليمنيين غير منفذ المساعدات، فهل من المنطقي التشكيك بهذه المساعدات ونغلق كل الأبواب، كل أبواب الأمل أمام اليمنيين؟ طيب بس اسمح لي في البداية اختلف مع صديقي وزميلي العزيز أسامة الروحاني في موضوع فقدان الثقة الذي حصل مع البنوك اليمنية. الواقع انه مش انه البنوك فقدت الثقة بسبب عدم قدرتها على إدارة السيولة، لا، البنوك فقدت الثقة بسبب عدم وجود السيولة، يعني عدم وجود السيولة من العملة الصعبة هو ما أفقد البنوك اليمنية ثقتها لدى البنوك الخارجية، وعدم قدرتها على تغطية الاعتمادات المستندية وأوامر الاستيراد وما إلى ذلك، لأنه نفس هذه الحالة حصلت مع البنوك اللبنانية التي لا يوجد عندهم حرب ومشكلتهم بسيطة بالمقارنة مع مشكلة اليمنيين، لكن هجرة أو لنقل تهريب أكثر من 50 مليار دولار من البنوك اللبنانية سببت مشكلة حادة في السيولة في السوق اللبناني، مما سبب انخفاض في سعر الليرة اللبنانية ربما أكثر من 200 أو 300%. فهذه بس النقطة اللي حبيت أنبه لها. فيما يتعلق بأنه هل مفترض أن إحنا نثق بالمنظمات، أنا أقول لا 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 يحتاج او لا لسنا بحاجه الى تجريب المجرب لعده اسباب. احنا في عندنا مثلا اول شيء هذه المنظمات عجزت عن استيعاب، يعني اكثر من مره في اكثر من مانح، واحد منهم كان السفير السعودي محمد الجابر نفسه اللي صرح في اكثر من مناسبه انه منظمات الامم المتحده عجزت عن استيعاب اكثر من 40% من مبالغ المساعدات المقدمه خلال 2018، بخلاف طبعا التجاوزات والفساد المستشري في هيئات الامم المتحده والتي فاحت روائحها عبر تقارير مؤسسات صحفيه دوليه مثل اسوشيتد بريس والسي ان ان وروسيا اليوم وغيرها ناهيك عما يتداوله اليمنيون بشكل يومي عن فساد والتجاوزات هذه المنظمات في كل مشاريعها تقريبا. والاهم من هذا كله تورط منظمات الامم المتحده في دعم ميليشيا الحوثي سواء بشكل علني وواضح عبر تقديم اصول وسيارات مثلا للميليشيا، كان أحد هذه الفظائع هو تسليم الحوثيين لعدد 20 سيارة خاصة بمشروع سموه هم مشروع نزع الألغام، برغم أن الأمم المتحدة تعرف أن الحوثي هو من يزرع الألغام ليقتل بها اليمنيين. وحتى مؤخرا في 2020 منظمة الصحة العالمية قدمت 30 سيارة دفع رباعي
على شكل سيارات إسعاف، رغم أنه سيارات الإسعاف عادة تكون باصات. وفي الأخير وجد أن هذه السيارات تحولت إلى عربات تستخدمها الميليشيا في جبهاتها وحروبها العبثية. وكذلك بيحصل الدعم تحت الطاولة ونهب المساعدات طيب، وعلشان وسلسلة هذه لا الحادثتين يا متناهية استاذ عبد الواحد، ومن اجل هاتين الحادثتين يجب ان نستمر في التشكيك؟ من التجاوزات. لا، هذه ليست حادثة، هذه ما وصل إلى الإعلام مما يحصل حاليا. احنا الاخ اسامه ذكر انه في 60% من مبالغ المساعدات تذهب مصاريف تشغيليه، وهذا لوحده سبب كافي لالغاء التعامل تماما مع منظمات الامم المتحده، لانه منظمات الامم المتحده حتى بدون فساد، حتى بدون تجاوزات، تكلفتها التشغيليه عاليه. احنا ليش ندفع طيب، لموظف هذا قد اجنبي يكون نظام ما معمول به يزيد؟ وآلية ليس في اليمن فقط، إنما في لا كل نحتاجه العالم. يا سيد سامي، يا صديقي العزيز، لا نحتاج لمنظمات الأمم المتحدة. لماذا نأتي بموظف أجنبي يستلم سنويا ما يزيد عن 300 و400 ألف دولار؟ هذه كافية لشعب كامل يستلم رواتب. يعني نحن لا نخصب يورانيوم داخل اليمن، لا يوجد هناك تكنولوجيا أو مهام صعبة. هو انت عندك مساعدات بتاخذها من المانح وبتسلمها للمستفيد، ما فيش كيمياء في الموضوع. الأمور يعني مش ليش بالبساطة نحتاج هذه، تؤخذ مهندسين هذه موظفين المساعدات يستلموا رواتب ويتم اخي سامي توزيعها وفق اكثر آليات من كل طرف يوزعها مسؤولين وفق كبار آلياته؟ داخل دولهم. لا لا، لكن لا تصل المساعدات لمستحقيها. أنت تعرف ما يحدث في الداخل، وأن كل كيف طرف متحكم كيف يستثمر ويستخدم هذه المساعدات لأهدافه. هل تعتقد أن وجود الموظف الأجنبي هو من يمنع ما يحصل الآن؟ أنه نفس الآلية بتحصل، أنه الميليشيا والناس المسيطرين على الأرض هم من يوصلوا المساعدات، من يستولوا على المساعدات وينهبوا. ومع ذلك هناك أكثر من آلية، هناك أكثر من أداة لتضمن أن توصل المساعدات إلى مستحقيها النهائيين. يعني يا رجل، لو كانوا مثلا دفعوا رواتب اليمنيين فقط، لو كانوا دفعوا رواتب موظفي الدولة، كان هذا الموظف سيرتفع قدرته الشرائية، وبالتالي يتمكن من تحريك السوق، وسيشتري من البقالة، وسيدفع لصاحب الباص، ويدفع لصاحب البيت، وبالتالي سيتحرك على عجلة النقدية وينتعش الاقتصاد بشكل كبير. يعني احنا كانت هناك لو تجربة تخيلنا بس ربما نعلق لحد عليها من الآن. اليونيسف، أن تسليم مرتبات المعلمين، وحدث الكثير من اللغط في هذا الملف. طيب أستاذ أسامة الروحاني، إذن المساعدات هي فقط آلية ربما ليتم إثراء موظفي المنظمات الأممية ومسؤوليها، يعني بيستلموا 300 ألف من 400 ألف دولار كما يقول أستاذ عبد الواحد، وهناك بدلات أخرى وسفر وما إلى ذلك، ما تعليقك؟ أنا حاب فقط أعمل توضيح سريع فيما يخص الـ 60%. 60% اللي تحدثنا عنها هي ما دخل إلى اليمن من ما تم التعهد فيه في العام الماضي. أما عن ما كم هي النفقات التشغيلية فهذا هو نقاش مختلف. أنا أعتقد لنقاش هذا الموضوع هناك ثلاث جهات يمكن أن نقيم أداء هذه الجهات. أولاً، كما أشرت سابقاً، أنا أعتقد أن المساعدات الإنسانية لليمن لديها هي ذو أهمية عالية، لسبب أول، أنه عندما تضخ مثل هذه الأموال لليمن، أنت لست فقط تقوم بدعم الاقتصاد، وإنما أيضا تقوم بتحريك الحركة الاقتصادية في داخل البلد، ترفد الاحتياطي للعملة الأجنبية، أيضا إلى حد محدود تقوم بتوفير طعام إلى المحتاجين بشكل مباشر، إضافة إلى كما أشرت سابقا دعم فاتورة الاستيراد. هذا لا يعني أن أداء المنظمات الدولية ومنظمات العاملين الإنسانيين حتى المانحين الدوليين هو شيء يمكن أن يغض الطرف عنه. هناك الكثير من الممارسات السلبية وأيضا المقاربات الغير عملية والمنطقية التي يمكن أن يتم ترشيدها ويمكن الاستفادة بها بشكل أو بآخر. وإذا أخذنا هذا النقاش من هذه الزاوية سننظر إلى جهتين، ننظر إلى الجهات الحكومية وأيضا القوى المسيطرة على الأرض، سواء كانت الميليشيات الحوثية في شمال اليمن أو المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، أو بدرجة أيضا رئيسية الحكومة اليمنية. إلى اليوم لا يوجد للحكومة اليمنية هيئة تنسيق للمساعدات الإنسانية التي يمكن من خلالها على الأقل
عمل الدور الرقابي للحكومه، وليس فقط ذلك وانما العمل مع هذه المنظمات الدوليه وايضا الامميه. ماذا عن لجنه عبد الرقيب فتح، لجنه الاغاثه؟ وزير اعتقد انها غير مفعله، وكان يعني هناك بازقه رئاسه الوزراء كان هناك حديث عن انشاء هيئه عليا تنسيقيه للمساعده الانسانيه قبل عام من الان، ولكن لاسباب واختلافات سياسيه عويصه في اوساط الحكومة اليمنية لم يتم إنشاء هذا المكتب، حتى وإن تم إنشاء هذا المكتب، حتى وإن تحدثنا عن اللجنة الإنسانية التنسيقية السابقة، لا يمكن لهذه المجالس حتى أن تعمل بشكل جيد إذا لم توجد الدولة، إذا لم توجد مؤسسات الدولة، بمعنى أن يكون هناك أجهزة ذو قدرة عالية لاستيعاب التعهدات والمنح من منظور مالي وأيضا من منظور خدماتي ومن منظور أيضا حتى على المستوى المحلي. إلى اليوم المحافظات مختلفة تشكو من أن الحكومة المركزية هي ما زالت عائق بينهم وبين المساعدات الإنسانية، هذا إذا تحدثنا عن جانب الحكومة. إذا تحدثنا عن جانب الحوثيين، وهنا حدث ولا حرج، يعني هناك كثير من الأشياء التي يمكن التحدث عنها وكيف يتم الاستفادة من قبل هذه الجماعة من هذه المساعدات الإنسانية، ويمكن الإطالة في هذا الحديث. ولكن إذا عدنا إلى موضوع الحكومة، وأنا أعتقد أنها يجب أن تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه كيف يمكن لها أن ترشد هذه المساعدات. يعني على سبيل المثال، إذا رأينا إلى أحد دول الجوار أو القريبة منا في منطقة أثيوبيا أوجدت لنفسها نظام قوي يتعامل مع التعهدات وأيضا مرن جدا، لا يمكن حتى للمجتمع الدولي أن يتجاوز، حتى أن يعني حاولت أو البحث فيما إذا كانت هذه أو هذا النظام الأثيوبي يقوم بطلب دعم مادي من هذه المنظمات الدولية للقيام بهذا العمل، ولكن لا، هو يقوم بها جزء من مسؤوليته كدولة كحكومة متواجدة ولا يقوم بذلك. وإذا قارنا ذلك بـ 2% الذي طالب بها الحوثيين للقيام بهذا الدور، نشعر بالفعل أن هناك مشكلة فعلية لدى الجهات المسيطرة وأيضا الجهات الحكومية. نعود الآن إلى الجانب الدولي، وأنا أعتقد الجانب الدولي هنا مشكلة عويصة كبيرة جدا كما أشار الأخ عبد الواحد، بالرغم أن المبالغ هذه هي مبالغ كبيرة جدا إذا تحدثنا عن شخص واحد، ولكن بالفعل المبالغ التي يتحصلها العاملين من الموظفين الدوليين في هذه المنظمات هو عالي جدا، لا سيما أيضا النفقات التشغيلية. ولكن ايضا مساله وصول هذه المنظمات الدوليه الى جميع انحاء اليمن ما زال صعب، فهي تميل او تجنح دائما للعمل مع المنظمات المحليه الاخرى او منظمات حتى مركزيه، وهنا نتكلم اليوم عن مركزيه عمل المنظمات الدوليه، هي تقوم بالعمل بشكل مركزي على سبيل المثال لنقول من مركز رئيسي في صنعاء، ومن ثم تعمل مع منظمات دوليه اخرى متواجده في صنعاء، ومن ثم هذه المنظمات الدوليه تعمل مع منظمات محلية في صنعاء، وهذه المنظمات المحلية تعمل مع منظمات محلية أخرى في المحافظات، فهذه السلسلة ومهما كان إذا كان جزء منها إيجابية أنها تخلق وظائف للعديد من اليمنيين، ولكنها آلية غير ليست ناجعة وتستهلك كثير من الموارد البشرية من الموارد والنفقات التشغيلية التي بالفعل تجعل الفتات يذهب إلى المواطنين في أنحاء اليمن. هناك مشاكل كثيرة يمكن الحديث عنها، ولكن طيب. هذا السؤال. طيب عبد الواحد، ما تستنكره أنت في آلية التعامل وأنه كيف تصل هذه المساعدات هو أصلا هذا إطار لبروتوكول العمل الأممي، ليس في اليمن فقط وإنما في كل العالم، جزء من هذه المبالغ يذهب للعمليات اللوجستية أو ما يعرف بالنفقات التشغيلية، فمش ليس من المنطقة أن نطالب إذن بإيقاف هذه المساعدات تحت هذا المبرر. غير صحيح، هذا لا يحصل في بقية دول العالم. زي ما ذكر أخي أسامة، في دولة مثل دولة أثيوبيا، الدولة الأثيوبية هنا هي التي فرضت الأدوات والأساليب والكيفية التي بها توزيع والتصرف بهذه المعونات. نفس الشيء بالنسبة مثلا لتركيا، تركيا تتلقى كثير من المعونات سواء لدعم اللاجئين أو دعم أنشطة التنمية وما إلى ذلك، سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره من المانحين الدوليين، لكن الحكومة التركية هي من تستلم كل مبالغ المساعدات وتقوم بإنفاقها والتصرف بها
ضمن أو عبر مجالسها أو أدواتها المحلية في المدن والمناطق التركية. هذا فقط أمثلة. لذلك ليس صحيح أن العبث اللي بيحصل في اليمن هو بيتم ممارسته في كل العالم. في نقطة بس أحب أنبهها أو أتكلم عليها أخي أسامة، إنه وصل اليمن فقط 60% من مبالغ التعهدات. أنا قدامي الآن Financial Tracking Services Website، موقع التتبع المالي للأمم المتحدة التابع للأوتشا، واضح بيقول إنه كان المبالغ المطلوبة لليمن 4.19 بليون مليار دولار، واللي وصل 4.02 مليار دولار. يعني معناته إنه المبالغ اللي وصلت أكثر من 95% مما أو 96% مما تم التعهد به، سواء عبر في مخصصة لخطة الاستجابة أو لغيرها من الأنشطة. الموضوع طيب، الآخر وصلت هو 95% التابعة للحكومة والوضع الشرعية. يزداد نقطة سوء، بس، يعني نقطة يا حتى سامي، وإن وصلت 95% الوضع من سيء إلى أسوأ يعني. نعم، في موضوع حكاية الهيئة التابعة للحكومة الشرعية. نحن لا نحتاج لهيئة تابعة للحكومة الشرعية، لأنه لدينا مؤسسات الدولة، لدينا مثلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللي فيها إدارة المختصة بإدارة هذه الملفات، وعندنا مثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتالي لا نحتاج لخلق هيئات جديدة وكيانات بس جديدة معانا ومسؤولين وزارتي جديدة تخطيط، ورواتب جدد وزارة ومصاريف تخطيط في تشغيلية صنعاء جديدة. وزارة تخطيط في لا لا، عدن. أنا أتكلم عن وزارة التخطيط الشرعية، لا أتكلم عن لكن المجتمع الحوثيين الدولي غير إنقلابيين، لكن معترف هي هذه النقطة بذلك اللي أنت وهو توضحتها يتعامل. سامي. أخي طيب، سامي، لكن المانحين لا أخي سامي، في نقطة مهمة لازم. الدكتور منصور العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الشرعية، اشتكى أكثر من مرة من تجاهل منظمات الأمم المتحدة. يقول لك منظمات الأمم المتحدة لا تتعامل معي، لا ترد على مراسلاتي، لا ترسل لنا تقارير ونتائج أعمالها، وبالتالي منظمات الأمم المتحدة تتجاهل أو تتعمد تجاهل هيئات ومؤسسات الشرعية، وتفضل التعامل مع الانقلاب الحوثي. وهذا أعتقد هذا الموضوع له أبعاد سياسية يعني. طيب، ما دام اشرت للابعاد السياسيه، أن نبدا بنقاش في هذا المحور بهذه النقطه مع الاستاذ اسامه. البعض وهو يناقش فكره جدوى هذه المساعدات في ظل استمرار حاله الجمود السياسي في اليمن، البعض يقول ان عمليه التمويل الانساني هي رشوه للمجتمع الدولي من جانب منتهكي حقوق الانسان في اليمن. ما تعليقك؟ أنا أعتقد أن كل دولة لديها أجندات مختلفة ولديها أدوات مختلفة تتعامل معها في سياساتها الخارجية، وبالتأكيد المساعدات الإنسانية هي أحد هذه الأدوات المهمة. ولكن هناك جزئين مختلفين، جزء المساعدات الإنسانية وأيضا جزء الأعمال الحقوقية أو الانتهاكات التي ترتكب. فما ترتكب ما يعني الانتهاكات الإنسانية التي تطال اليمنيين، إذا قمنا بتحميل مسؤوليات محددة أو معينة، يجب أن نحن نتحدث هنا من الداخل، لا نتحدث من الخارج بشكل رئيسي. إذا نحن اليوم في اليمن كطرفي أو أطراف مختلفة للصراع، ما زالت تنتهك حقوق الإنسان وتنتهك جرائم كبيرة جدا هي المسؤولة عنها. أنا لا أعرف كيف يمكن أن نقول المجتمع الدولي هو يقوم برشوه او بتقديم هذه الرشوه ليغطي عن جرائمه. هناك مسارات اخرى يمكن التحقيق فيها وتحميل هذه الدول مسؤوليه اي انتهاكات، وهناك مسارات لها وهي منفتحه لها بشكل او باخر. هناك بالفعل حديث عن ان بعض الدماء التي موجوده في ايدي بعض المنظمات او بعض، ليس المنظمات وانما الدول الخارجية، تتم تنظيفها عبر هذه المساعدات الإنسانية، وهذا أمر غير مستبعد، ولكن ليس بالأمر البسط أن نقول أن هذا غصب تام. هناك، لا، هناك مصالح أخرى، هناك أيضا واجب دولي تجاه هذه الدول أن تساعد الإنسان. اليمن هي تحت البند السابع، هذه الدول ملزمة أن تقدم المساعدات لهذا البلد، أن أيضا أن توقف الحرب. ولكن السؤال، هل بالفعل وصل المجتمع الدولي إلى قرار إيقاف الحرب؟ وهذه هي
أنا أعتقد الإشكالات التي تحدثنا عنها سابقا يمكن أن تحل إذا ما تم إيقاف الصراع في اليمن. هذه هي الخطوة الأولى التي يمكن أن تجعل من اليمن أن تنهض وأن تتوقف أو أن يقل احتياج اليمن لهذه المساعدات الإنسانية. أنا أعتقد المشكلة الكبيرة اليوم، لنأخذ على سبيل المثال الحكومة اليمنية، الحكومة اليمنية اليوم لا تمتلك أي موارد، وخاصة بعد جائحة كورونا كانت تعتمد على الأقل في الفترة الماضية لديها بعض الموارد من بعض الجمارك أو بعض المنافذ الجمركية وبعض الموارد النفطية، ولكن مع جائحة كورونا خفضت هذه الموارد، والآن الحكومة ليست قادرة على دفع المرتبات لجميع المواطنين اليمنيين، لا سيما أيضا أنها لا تستطيع الاستجابة الصحية. عدن على سبيل المثال، هناك تقارير كثيرة تتحدث عن عدم وجود أسرة. الحكومة اليوم غير قادرة ومشلولة تماما عن تقديم أدنى أبسط الخدمات الممكنة في ظل هذه الجائحة. المجتمع الدولي، وهنا أيضا ممكن أن نفرق في دور المنظمات الدولية، يعني هناك منظمات، يعني على سبيل المثال لدينا منظمة أطباء بلا حدود اليوم اللي تعمل في عدن، وهي أيضا آليتها مختلفة تماما عن المنظمات الدولية والمنظمات الأممية الأخرى، وهي تعتمد حتى بشكل كبير في دعمها اللي تقدمه لليمن ليس على هذه التعهدات. اعتمادها الرئيسي هو على الدعم الشخصي أو التبرعات التي جمعها من جميع دول العالم، وترى أن أجندتها غير محصورة بأجندة الدول الكبيرة. هي مهمتها هي الاستجابة الإنسانية بشكل آخر، وهي مثال، ولا يعني أن ليس لديها أي إشكالات، طيب هي مثل يقدم المنظمات الدولية كمثال جيد يمكن الاستفادة منه. طيب استاذ عبد الواحد، يعني هناك اتفاق ربما حول أهمية التزام المنظمات الأممية بالشفافية في عملها، لكن الخطاب، يقال الخطاب الذي رافق انعقاد مؤتمر المانحين الأخير، يقول البعض أنه تحول إلى خطاب عدمي وقد يتسبب في إيقاف العمليات الإنسانية في اليمن. أخي سامي، في حاجة مهمة ممكن إن إحنا نتحلى بالشجاعة عشان نقول. المساعدات موجودة لإطالة، بشكل عمدي لإطالة الجمود السياسي وإطالة أمد الحرب. المساعدات تستخدم لشراء ولاء هذه المنظمات الدولية ودولها وتعليف الميليشيا وتقويتها اقتصاديا ولوجستيا. المساعدات، مليارات من أموال المساعدات تضخ لصالح او لجيوب الميليشيا، وهو يصبح اقوى ويكبر ويتطور في ظل وفي نفس الوقت التي يتم تقويض اليمن فيه اقتصاديا ويضعف الريال اليمني. وعندنا مثال مثلا في الاخوه في الصومال الشقيق، مروا بنفس الظروف وسبق وتم حشد ما يزيد عن 50 مليار دولار تحت مسمى مساعده الصومال. هذه المليارات كانت كافيه لبناء صومال جديد، لكن ما حصل أن الصومال لم يسترد أنفاسه إلا عندما توقفت هذه المنظمات عن مساعدة الصومال بين قوسين. وكأن مهمة هذه المنظمات هي الإبقاء على الصومال ضعيف وممزق، ضعيف وممزق، واليمن يتجه ويسير نحو نفس السيناريو، ونكون أعتقد نكون في منتهى الغباء إذا استمرينا في الوقوع في نفس الفخ، لأنه يعتبر واحد من أهم أهداف هذه المساعدات هو دعم وتقوية الميليشيا وتمكينها من الاستمرار في تقويض أمن وسلامة اليمنيين، لأنهم هم ببساطة يريدون يمن ممزق وضعيف ليتمكنون من التحكم والسيطرة على هذه البقعة الجغرافية المهمة وربما الأهم في المنطقة على خط التجارة العالمي، وبالتالي الحفاظ على مصالحهم. طيب أستاذ أسامة، قبل فترة كان هناك عدد من الناشطين أطلقوا حملة لمطالبة المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي بطرح كشوفاتها المالية وحساباتها للتدقيق وأن تكون هناك شفافية، لكن هذه المنظمات لم تستجب لهذه المطالب، ما جعل البعض يقول أنه في خلل في عملها. لماذا لا نرى شفافية في العمل الإنساني في اليمن؟ أنا أعتقد أن هذه الحملة هي كانت من أهم الحملات أولا، وأتمنى أن يتم تفعيل هذه الحملة التي هي أين الفلوس، وأعتقد أنها مهمة جدا لوضع رقابة، لأن المؤسسات الحكومية وأيضا السلطات القائمة
لم تقم بدورها المناط، وأنا أعتقد هناك سبب رئيسي لماذا لم تقم هذه الجهات بعملها المناط بها، لأنها هي تستفيد بشكل أو بآخر من هذه المساعدات الإنسانية، وخاصة في مناطق الحوثيين. على سبيل المثال، يعني كل يتحدث على القبضة الحديدية التي يقوم فيها الحوثيين، والسؤال لماذا إذا كانت معظم هذه المنظمات متواجدة في مناطق الحوثيين أنها لا تقوم بعمل هذا النوع من الرقابة والفرض على هذه المنظمات الدولية من ترشيد عملها، وأيضا منع أو إغلاق يعني أغلاق أبواب الفساد. وهنا تعود إلى أن إذا كان هناك تلاعب من السلطات القائمة أنفسها، وهناك أمثلة كثيرة يمكن سردها ولكن بضيق الوقت لا يمكن سردها، أن تلاعب هذه السلطات يسمح أيضا لهذه المنظمات الدولية بالتلاعب. هذا من جانب، ومن جانب آخر أنا أعتقد ما يجب محاسبته للمنظمات الدولية هي ليست فقط أين تذهب هذه الأرقام، وإنما أيضا كيف، ما هي المقاربة التي تستخدمها هذه المنظمات. يعني على سبيل المثال، هناك برامج تقوم فيها المنظمات الدولية ليست ذو أولوية في مناطق معينة، أنت يمكن أن تذهب أن تتحدث عن أهمية النظافة في منطقة معينة، بينما لا يوجد بئر ماء في هذه المنطقة، لا يوجد تعليم في هذه المنطقة، لا يوجد صحة في هذا وهذا له علاقة ببيروقراطية المنظمات الدولية وطريقة عملها التي بالفعل هو فشل ذريع وواضح جدا. أنا أريد فقط أن أذكر جزئية مهمة، كيف يمكن لهذا، يعني من أحد المقاربات المهمة، يعني أنا ذكرت في السابق أن 60% يدخل إلى البلد، 40% يكون خارج البلد. لماذا 40% من خارج هذا؟ يعني على سبيل المثال لنرى الدقيق أو البر، يتم شراء هذه السلع البسيطة الأساسية خارج اليمن، وعليه يستفيد منها القطاع الخاص غير اليمني خارج اليمن، وأيضا هذه 40% لا تضخ كأموال كعملة أجنبية إلى داخل البلد. وهذه كانت أحد الأشياء التي طرحت للمنظمات الدولية والأممية، بأن تقوم بشراء احتياجاتها حتى السلل الغذائية من السوق المحلية، وإذا قامت بشراء ذلك من السوق المحلية هي ستقوم أولا بخلق وظائف عمل لدى القطاع الخاص وهم الموظفين اليمنيين، سيخلقون أيضا يعززون من النشاط الاقتصادي داخل البلد، وأنا أعتقد هذا ما نحتاجه اليوم في اليمن. ولكن المنظمات الدولية دائما تختار الطريق السهل، دائما تختار الطرق التي لا يوجد فيها أي تعقيدات لها بشكل أو بآخر، أو ستضيف عليها عبء معين وهي تتحمل مسؤولية عدم الاكتراث بذلك. طيب بس في 20 ثانية أسامة، الطريق السهل لأنه في فساد، في تلاعب؟ أنا أعتقد أن هناك آليات تراقب هذه المنظمات وتراقب لا توجد فساد، ولكن الفساد لا يظهر بشكل وضوح أنه يتم اختلاس أموال أو يتم ذهب أموال، وإنما كيف يتم استخدام هذه الأموال. على سبيل المثال كما أنت أشرت سابقا، مسألة اليونسيف وكيف تم المصارفة في ذلك، وكيف استفادت بعض أطراف الصراع ولم يستفيد المواطن بشكل مباشر. هذه هي بعض الممارسات التي يستخدمها المجتمع الدولي وكأنه ذكي جدا في هذه الطريقة، ولكن يريح راسه زي ما قلت. طيب أستاذ عبد الواحد، أنت كنت أحد الناشطين في هذه الحملة المهمة، حملة وين الفلوس، كيف تقيم تجاوب المنظمات مع مطالب هذه الحملة، وهل حدث اختلاف في أداء وعمل المنظمات بعد هذه الحملة؟ يكفي أن الحملة استطاعت أنها تخلق وعي لدى المواطنين اليمنيين أن هذه الأموال ليست فضل أو منة من هذه المنظمات. هذه المنظمات عبارة عن موصل، delivery، رسول بينهم وبين المانح. يعني الأموال أصبحت عمليا وقانونيا بمجرد توقيع. بس يا أستاذ عبد الواحد، delivery بالدولار، بيستلموا بالدولار، يا ليت الناس كلهم يشتغلوا هذا الشغل، يعني اليمنيين ما بيوصلهم غير الفساد. هو عموما هذا كان الهدف الاهم، انه الناس تعرف انه هذا حقها فيما يتعلق بالمنظمات. ما الاختلاف الذي حصل في اخر دقيقه عبد الواحد، لم يعد لدينا وقت، ما الاختلاف الذي حصل ولمستموه في اداء هذه المنظمات فيما يخص الشفافيه بعد الحمله؟ اكتشفنا المنظمات اليمنيه اكثر شفافيه واكثر قدره واكثر كفاءه على إدارة العملية الإنسانية وتوصيل المساعدات
بشكل أفضل من المنظمات الأجنبية والأممية باختصار. شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الصحفي والباحث الاقتصادي، كنت معنا ضيف الليلة في فضاحور، وأيضا الشكر لضيفنا الأستاذ أسامة الروحان نائب المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات. شكرا جزيلا لك لكليكما، نلقاكم مشاهدينا الجمعة القادمة في حلقة أخرى من برنامج فضاحور، كونوا بخير.